خلينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هيستمر العمل في جميع المجمعات الاستهلاكية بشكل طبيعي مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10% في كل المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم. النهاردة أجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024 أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وده بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973. النهاردة هينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر ليهم يوم 11 و15 أكتوبر من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 اللي بتستضيفها المغرب.